السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه النهاردة يا جماعة؟ ما شاء الله الفراخ اللي قدامنا دي عمرها 32 يوم، 32 يوم النهاردة. بسم الله ما شاء الله، الأوزان زي ما انتم شايفين حاجة كويسة جدا، شكل الفرخ كويس وحيويته كويسة، الفراخ ما شاء الله حاجة زي الفل. رغم ان احنا الدورة اللي فاتت دي تعبنا فيها جامد لان الجو ما كانش طبيعي، يعني لو كان جو الشتاء الطبيعي اللي احنا عارفينه ان احنا بنقفل طول الشتاء بحيث ان الجو بيبقى ساقع بالنهار وبالليل، فما بنتعبش مع الفراخ بالشكل ده، ومع ذلك الدورة دي تعبتنا بشكل كبير جدا لأن الفراخ بتيجي تقفل عليها بالنهار خايف من الجو، تلاقي الجو أصلا الشمس طالعة والجو محرر، فالحتة عندك تعرق جوه والفرشة تبلل، تيجي بالليل تلاقي الجو بدأ إن هو يقلب معاك تاني ويبرد بشكل كبير وتلاقي في هوا ساقع. فبصراحة دورة الشتاء دي اللي يعدي فيها ده يبقى بطل بصراحة، الله يكون في عونكم يعني. بس الحمد لله النهاردة عمر 32 يوم، متوسط الأوزان اللي عندنا كلها معدل 2 كيلو فراخ زي ما انتم شايفين ما شاء الله. أنا لسه ما وزنتش ولا حاجة، كده كده بإذن الله لما نخلص جرعة الكوكسيديا قبل البيع على طول أو قبل الذبح على طول عمر 34-35 يوم إن شاء الله هنعمل فيديو بالأوزان ونشوف أوزان الفراخ عندنا عاملة إيه. أهم حاجة في الفترة الأخيرة ديت من عمر الفراخ، النهاردة زي ما قلنا 32 يوم، أهم حاجة في الفترة دي يا جماعة اهتم جدا بالجو وبالفرشة، دول أساس كل حاجة عندي، الجو والفرشة. لازم الفرشة بتاعت تحت الفراخ تكون فرشة ناشفة ونضيفة. طيب الفراخ النهاردة حاجة و30 يوم، 32-35 أيا كان العمر اللي عندك، 30 في الوقت ده الفراخ بتبتدي إن هي بتشرب كتير، بتاكل كتير، وبتعمل إخراجات برضو مية أو سائلة كتير اللي هي ممكن تسمعها كده حاجة زي بزقة كده، تمام؟ حتى وإحنا واقفين في قلب في وسط الفراخ في قلب المكان عندك بتسمع صوت الإخراجات وهي طالعة من الفرخ، ده بسبب إن الطير بيشرب مية كتير عشان يعوض الحرارة أو الرطوبة أو العرق اللي موجود في المكان، عاوز يهدي جسمه، بيشرب مية كتير عشان يهدي جسمه لأن الجو معرق عندك في المكان، تمام؟ فلازم احنا نهتم بالفرشة على قد ما نقدر، هتلاقي الفرشة عندك بتعرق بسرعة بسبب كتر الإخراجات اللي بنتكلم عليها دي، في نفس الوقت كمان بنقفل بالليل لأن الجو بيبرد بالليل خايفين على الفراخ، فالحاجات دي كلها بتكتم معايا المكان شوية وتعرق معايا الفرشة. لازم نكون مهتمين جدا بإن الفرشة تكون تحت الفراخ نظيفة وناشفة. طيب احنا هنعمل كده ازاي؟ انا قاعد بقول ده الجو اصلا مش تمام، الحته بتعرق، الفرش عندي مش تمام، الفراخ بتعمل اخراجات، طب ازاي هخلي الفرشه تحتهم ناشفه وهي كده كده اصلا بتبلل مني؟ حاجه بسيطه جدا احنا اتكلمنا عليها وقلنا عليها قبل كده اللي هي الجري يا جماعه. بنروح عند اي واحد موان، اي واحد من اللي هو بيبيع البيوت والكلام ده، هنقول له عاوزين شكاره جير، شكاره الجير تقريبا عامله لها 25 جنيه، وشكاره الجير دي بتبقى عندنا طول الدوره. اول ما بحس ان الفرشه بتاعتي انا خلاص في عمر البيع، مش هقول لك بقى كل شويه شيل الفرشه وغير والكلام ده طبعا، الا لو كانت الفرشه خلاص ما ينفعش ان انا اعدل فيها، الفرشه بقت مش نظيفه بشكل كبير، بقت عامله رقات او ملبده، عملت زي طبقه، يبقى في الحاله دي لازم ان انا اشيل الفرشه طبعا، ما عادش ينفع ان انا اعدل فيها، بخرج الفراخ بره وبشيل الفرشه خالص، بحط فرشه نظيفه جديده تمام، وبعد كده بنزل الفراخ تاني في المكان بتاعها. لكن لو الفرشه يعني معرقه ومبلله او مش نظيفه شويه لكن اقدر ان انا اعدلها، بجيب الجير وبرشه على الفرشه، ببعد طبعا الفراخ واكون مفتح تهوياتي كلها وارش الجير على الفرشه، وبعدين بقلب الجير ده كويس في الفرشه بتاعتي على اساس ان هو لما تيجي الفراخ تلعب في النشاره وتلعب في الفرشه ما يطلعش على صدر الفرخ ولا يعمل غبره في المكان او عفر يبوظ لي صدر الفراخ ويكتم لي عين الفراخ والكلام ده. فالكلام ده سواء كان احنا بنربي في البيت او بنربي عندنا في المزرعه نفس الكلام، بتلاقي دايما تجمعات بتاعه الفراخ اللي هي حوالين العلافات وحوالين السقايات بتاعه شرب الميه والمآكل والكلام ده، بتلاقي دايما الحتت دي هي اكتر اماكن بيبقى فيها بلل وفيها عرق لان بيبقى دايما فيها اخراجات كتير والكلام ده، او ان الفراخ دايما بتبقى نايمه حوالين السقايات والعلافات. فبنعمل الحركه دي يا جماعه، بنقوم جايبين الجير وجايين حوالين السقايه والعلافه دي، بنقشط بس المبلل ونحط طبقه الجير بتاعتنا ونقلبها كويس جدا وخلاص على كده. بس اهم حاجه لازم نخرج الفراخ او نبعد الفراخ عن المكان اللي هنقلب فيه الجير على اساس ما يطلعش على صدر الفرخ ان شاء الله. الحاجه الثانيه برضو اللي هنتكلم فيها، احنا قلنا اهم حاجه عندنا في الفتره دي الفرشه تبقى معانا تمام عشان ربنا يعديها على خير، احنا خلاص في عمر بيع كلها كام يوم وهنخرج الفراخ. الحاجه الثانيه اللي هنتكلم فيها برضو التهويات يا جماعه، الابلي خلاص مفيش كلام، الجو في برد مش برد، بيجيب شتاء يعني سيول، الابلي ده مفتوح ما مش هنيجي جنبه اصلا، اللعب دايما معانا بقى هيبقى في البحري، لو كان الجو برد زياده عن اللزوم بنلم البحر شويه وخصوصا بالليل، بالنهار كده كده الشمس زي ما انتم شايفين طالعه
والجو محرر، فبنفتح التواب بتاعتنا بالنهار على وسعها ابل وبحر، ما عنديش اي مشكله. الا لو حصل ان جه يوم بالنهار الجو قلب وفي شتاء او مطر او كده، بلم برضو البحر بتاعي كاني بالليل، يعني بمشي معاه كاني بالليل، بلم البحري وبسيب الابل مفتوح على وسعه عادي. ده كده بالنسبه للتهويات. بالنسبه بقى للدفى، درجه الحراره بتاعتنا 25، ولو نزلت عن ال 25 مفيش اي مشكله، لو وصلت 23 24 مفيش اي مشكله. الفراخ اللي عندنا في الوقت ده يا جماعه بتقدر ان هي تعدل حراره جسمها بنفسها، بتستحمل اي درجه حراره منخفضه، يعني لحد 20 هتلاقي الفراخ قادره انها تستحمل. بس طبعا مش معنى كده ان انا بقول لك سيب الفراخ في جو برد انها توصل ل 20، لا، لازم درجه الحراره عندنا في المكان تكون 25. لكن لو حصل ودرجه الحراره نزلت غصب عنك ل 22 23 20، هتلاقي الفراخ قادره انها تمشي وتستحمل عادي، مش هيحصل انتكاسه او ان هي تموت بسبب الساقعه زي ما بيحصل في الاعمار الصغيره، تمام؟ فدرجه الحراره عندنا ان شاء الله بنثبتها على 25 لحد ما نبيع الفراخ ان شاء الله او نذبحها يعني. طيب بالنسبه بقى للعلاج اللي احنا شغالين بيه اليومين دول، بدايه من عمر 30 يوم ولحد ال 33 يوم، يعني عندنا 30 31 32 33 4 ايام متواصل بنشتغل طول النهار بجرعه للكوكسيديا وطول الليل بمضاد للسموم ورفع المناعه. احنا بنأكد دايما على الحاجات دي. انا بربي في البيت كميات بسيطه لنفسي للاكل، تمام، ومش عاوز احط علاجات، لا، حط جرعه الكوكسيديا وحط مضادات السموم، لان جرعه الكوكسيديا قلنا ان احنا في بكتيريا معينه بتيجي للفراخ بسبب تغيرات الجو بسبب الفرشه، احنا بنقضي عليها بشويه الدواء اللي بنحطهم اللي هي الكوكسيديا والكوليستريدي. في نفس الوقت برضو بالنسبه لمضادات السموم اللي بنحطها بالليل، كده كده يا جماعه الفراخ بتاكل علف، ما دام بتاكل علف لازم هيجي لها سموم، يبقى انا لازم احط مضاد للسموم للفراغ بتاعتي على اساس ان انا اطهر جسم الفرخ واطهر دم الفرخ من السموم ان شاء الله، فيبقى كده انا باكل فراخ نظيفه مش هيبقى فيها اي مشاكل ان شاء الله. طبعا بعد ما بخلص جرعه الكوكسيديا ومضاد السموم، احنا بنحط ميه بيضاء يومين ثلاثه بس قبل الذبح، خلاص بتلاقي ان الفراخ بتاعتك نظيفه ما فيش فيها اي حاجه ولا كانك كنت بتحط دواء اساسا ان شاء الله. هنشتغل طبعا جرعه الكوكسيديا طول النهار يا جماعه ان شاء الله، جرعه الكوكسيديا طول النهار ومضاد السموم ورفع المناعة طول الليل قبل البيع على طول إن شاء الله، على أساس إن الفراخ تبقى عندنا ماشية تمام، ما يبقاش عندنا أي مشاكل، ما فيش عندي فراخ تتعب أو تكش أو إن الفراخ أوزانها تنزل مني وأنا خلاص هبيع. ما ينفعش إن أنا أكون داخل على بيع وأسيب الفراخ بتاعتي تنزل مني أو تكش أو أوزانها تضعف بسبب إن أنا ما حطيتش جرعة الكوكسيديا أو ما بحطش مضاد السموم. حاجة تانية اتكلمنا عليها، إن في العمر الكبير ده اكبر نافق بيحصل في العمر الكبير قبل البيع بيحصل بسبب السموم الشديده اللي متراكمه في جسم الطير ومترسبه في جسم الطير على طول الدوره. فانا لازم ان انا ان شاء الله على عمر 30 يوم احط جرعه مضاده للسموم عشان اطهر جسم الطير بتاعي عشان ما يعمليش اي مشاكل قبل البيع ان شاء الله. بالنسبه بقى للعلف والميه يا جماعه، احنا مستمرين مع الفراخ بتاعتنا ان احنا ما بين كل طاقه وطاقه لازم ان احنا نجوع الفراخ شويه، ما ينفعش ان انا احط علف على علف هبهدل الفراخ بتاعتي معايا وهلاقي الفراخ بتاعتي كنه وكشه ما بتقومش تتحرك معايا. لازم ان انا احط العلف بتاعي واصبر لما يخلصوا العلف ارجع انزل العلف تاني ان شاء الله بعد نص ساعه ساعه تجويع، بحيث ان الفراخ دايما تكون فايقه معايا ان شاء الله. طيب بالنسبه بقى للميه، طبعا احنا قلنا قبل كده كتير طول الدوره لما اكون هحط ميه بعلاج او ميه بخلطات اللي هي خلطات زياده الوزن او خلطات رفع المناعه او الكلام ده، لازم اكون معطش قبلها بساعتين ثلاثه عشان لما اجي انزل الميه بالدواء ان شاء الله الفراخ بتاعتي تستجيب والفراخ تسحب معايا الميه بالعلاج بتاعي، ما يبقاش عندي فراخ راكنه مش عاوزه تقوم تشرب ولا الكلام ده، لا، انا عاوز كل الفراخ تستفاد بالدواء، مش عاوز عندي فراخ تكون مناعتها ضعيفه واقفه بعيد ما بتجيش تجري على الميه فما تستفادش من العلاج بتاعي، فهتتعب اكتر، هي اصلا مناعتها ضعيفه. الفراخ مش زي بعضها، في فرخ جامد فرخ قوي وفرخ ضعيف زيها زي البني ادمين بالظبط. الفرخ القوي اللي مناعته عاليه بتلاقيه بيجري على الميه والعلف ويستفاد بالاكل ويستفاد بالميه، طب الفرخ الضعيف ده تلاقيه واقف مكانه لا بيتحرك زي التاني ولا عنده حيويه زي اللي قبل منه ولا الكلام ده. احنا لما بنجوع شويه وبنعطش شويه بندي فرصه للفرخ الضعيف ده ان هو لما يجوع يقوم يدور على الاكل، ولما بيعطش بيقوم يدور على الميه فيسابق هو كمان عشان ياكل ويشرب فيستفاد هو كمان ان شاء الله من العلاج اللي احنا حاطينه. احنا حاليا معطشين الفراخ بتاعتنا ايه، هنحط بقى العلاج بتاعنا بتاع جرعة الكوكسيديا طول النهار. يعني لو عندنا مثلا 30 فرخ 40 50 بنروح بس للبيطار بنقول له عاوزين جرعة الكوكسيديا ل 30 فرخ او ل 40 فرخ،
جرعة التلاتين يوم بيعمل لكم شوية العلاجات بتاعة الكوكسيديا اللي هتكفي التلاتين أو أربعين فرخة إن شاء الله. الخلطة دي أهي قدامكم، دي اللي أنا بشتغل بيها. هنحط بإذن الله معلقتين ملانين على السقاية الأربعة لتر، معلقتين شاي ملانين على السقاية الأربعة لتر من البودرة ديت، مع 4 سنتي من حاجة اسمها ديكلوسول، دي حاجة عالية جدا لعلاج الكوكسيديا إن شاء الله. بنقلب بقى يا جماعة كويس جدا، وبعد كده بننزل المية بتاعتنا بالعلاج قدام الفراخ إن شاء الله. زي ما انتوا شايفين يا جماعة، احنا نزلنا العلاج بتاعنا دلوقتي قدام الفراخ، ونزلنا كمان العلف اللي كنا رافعينه. ما شاء الله شوف حيوية الفرخ بتاعنا عامل ازاي، وشوفوا حركة الفرخ عاملة ازاي. الفراخ بسم الله ما شاء الله، عمر النهاردة 32 يوم الفراخ، يعني انا ما وزنتش بس ما شاء الله الفراخ دي معديه ال 2 كيلو وربع على ال 32 يوم، يعني ممكن من 2.5 وانت طالع كمان ان شاء الله. كلها يومين ثلاثه قبل ما نبيع على طول، او قبل ما نذبح على طول ان شاء الله، هنشوف اوزان الفراخ بتاعتنا عامله ايه، هنوزن الفراخ وننزل لكم فيديو بالاوزان باذن الله. زي ما قلت لكم راعوا دايما الفراخ بتاعتكم، اهتموا بالفراخ، اهتموا بحركه الفراخ، ما يبقاش عندك فراخ واقفه كان ولا كشه ولا الكلام ده. الفراخ زي ما انتم شايفين كلها قامت تجري على اساس انها تسحب في الميه والعلف. لو عندنا فراخ لا قدر الله فيها مشكله ولا كده، هتلاقي واقفه كان ما بتقومش تروح تاكل ولا تشرب. التجويع والتعطيش ده اللي بيبين قدام، يعني حتى لو انا عيني مش قد كده في حته ان انا افهم الفراخ اللي قدامي دي تعبانه ولا لا، حته التجويع والتعطيش ديت بتبين قدام الفراخ عندي سليمه ولا مريضه ولا فيها ايه بالظبط. انت لو مجوع ومعطش وبعد كده بتنزل العلف والميه، هتلاقي الفراخ بتاعتنا كلها قامت تجري وتلعب وتتحرك، قامت انها تاكل وتشرب. بعد كده بتقعد تريح بعد الاكل، تلاقي الحصله اتملت، الفرخ فاق معاك. لكن لا قدر الله لو عندنا فراخ تعبانه فيها مشكله، هتلاقيها لا بتقوم تروح على الميه ولا على العلف، هتلاقي الفراخ حركتها ضعيفه نايمه على الارض. التجويع والتعطيش قبل العلاجات ان شاء الله بيبين معايا الفراخ بتاعتي حيويتها عامله ايه، وبيبين لي وضع الفرخ، هل هي الفراخ ماشيه معايا تمام ولا فيها مشكله. بكده ان شاء الله نكون خلصنا اخر جرعه علاج ممكن نحطها للفراخ بتاعتنا. من عمر 30 يوم لحد 33 يوم جرعه الكوكسيديا طول النهار. بالليل باذن الله هنحط مضاد الصموم ورافع المناعه بالليل، وهنشوف برضو الفراخ بتاعتنا ماشيه معانا ازاي.